وإنها لفرصة لتحية جهود بعض الولاة الذين أبلوا البلاء الحسن في الحد من تفشي الوباء، سيما بعد توسيع مجال صلاحيتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء. ولكن مع الأسف لم نلمس في ولاية أخرى أثراً كبيراً لمثل هذه الجهود، أو أحياناً حتى في العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته، وإنجاز ما كان مطلوباً منهم في تحسين معيشة الملايين من المواطنين والمواطنات الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الضل في زمن غير زمنهم، كأنهم قضاء وقدر محتوم. وربما يعود سبب هذا التقصير إلى عادة الانتظار السيئة التي تقتل روح المبادرة في المسير وتعطل مصالح المواطنين، وتلك آفة لم يعد لها بكل تأكيد مكان في الجزائر الجديدة.